الكلام كتير على ايه دلوقتي؟ قال لك نشوه ازاي فرحة فوز الاهلي باللقب. تعال نمسك شوية في فايلر، تعال نشوف فايلر قصته ايه. الراجل ده يا جماعة، طبعا حضراتكم بتسمعوه في الاعلام يعني على مدار الساعات السابقة، الراجل ده يا جماعة راح رايح الفريق الفلاني وهيسيب النادي الاهلي وهيمشي، وكلام كلها يا جماعة اشاعات، كل دي اشاعات هدفها ايه؟ انك تأثر على الاهلي، ومش مجرد والله كلام بنقوله كده وخلاص. اشمعنى دلوقتي قال لك فايلر مشي؟ يعني اشمعنى دلوقتي؟ الراجل موجود اهو، وامبارح بيأدي بشكل كويس جدا مع الاهلي في اختياراته في الملعب للاعبين، والدنيا ماشيه بشكل كويس. لكن دايما بتحاول ان انت تخلق اشاعات حوالين الفرقه تهز استقرار الفريق. وانا مستغرب بصراحه بعض الاعلاميين اللي يقول لك ايه؟ يقول لك الاهلي دلوقتي بعد فوزه بقى، لو فوز الاهلي على الاسماعيلي، قال لك الاهلي ايه؟ الاهلي دلوقتي في مرحلة هدوء، والأهلي دلوقتي مفيش أزمات. الأهلي ما عندوش أزمات يا جماعة. ليه دايما بنحاول نصدر الصورة دي عن النادي الأهلي؟ إيه الهدف؟ حتى لو بيبقى فيه مشاكل، بتبقى مشاكل داخلية، بيبقى فيه قرارات عقوبات الأهلي بيطلع يعلن عنها، لكن مفيش أزمات. وإيه أكبر دليل على كده؟ أكبر دليل على كده إن الأهلي ماشي كويس جدا. ممكن تخسر ماتش، ممكن تتعادل ماتش، لكن متحقق هدفك في الآخر. فموضوع التضخيم فيما يتعلق بالنادي الاهلي وبعض الازمات او المشاكل اللي ممكن تكون موجوده، ده برضو هدفه انك تاثر على الفريق بشكل او باخر، وده مش هيحصل. اكبر دليل ان الاهلي ماشي بشكل مميز جدا، لا في مشاكل ولا في ازمات ولا محاوله التضخيم دي هتاثر اطلاقا على النادي الاهلي. فدي كلها امور مهمه. موضوع فايلر ده ملوش اي محل من الاعراب يا جماعه دلوقتي حاليا خالص خالص خالص. الراجل موجود مع النادي الاهلي، وكلام كله غرضه اثاره البلبله بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره، وخلق حاله من حالات الشك في اداره النادي الاهلي وفي جهازه الفني واللاعبين، وكلام ده غير مطلوب خلال الفتره الحاليه. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع.